وللقي الضوء أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض على الهواء مباشرة المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي. دكتور مشعل، بداية نرحب بك، وكما يعني شاهدت معنا كشف وثائقي العربية جملة من الحقائق اللي تؤكد ضلوع نظام الدوحة في علاقات مشبوهة مع مجموعة من التنظيمات الإرهابية اللي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. دكتور، ما الذي يدفع نظام الدوحة لمثل تلك الازدواجية في علاقتها مع الدول وتنظيمات ما من دون الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نشكر مملكة البحرين حقيقة على أعطائنا هذه الفرصة للمساهمة في كشف الغمة عما حل بالأمة من هذا الإعلام المأجور وهذا الأسلوب حقيقة التي أدخل الأمة في فوضى عارمة. الإعلام القطري والسياسة في قطر هي الحقيقة كشفت عن نفسها، وهي لا تحتاج إلى كشف. الحقد الدفين في أسلوب الحمدين حينما توليا السلطة كان واضحا حقيقة لحرب لإدخال المنطقة في فوضى ليست خفية على أحد، ولعل ما حصل في الشمال الأفريقي، في الدول العربية، في مصر، في ليبيا، في كثير من الدول العربية، في سوريا، الدعم اللا منتهي بالنسبة للمنظمات الإرهابية والأحزاب السياسية الحقة التي سيست كثير من الأشياء من أجل إمرار هذه الأجندة. نجد أن الإرهابيين في العراق أو في سوريا أو تلقي الدعم الكامل، الدعم الإعلامي والحق ترويض المستمع العربي المستمع المسلم على أن هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام الحقيقي الذي يجب أن يدافعوا عنه في جعل الأمة العربية كلها مدانة. نعم. للعالم بمسألة الإرهاب. نجد أن في قطر، ولعلها الحق ليست خافية على أحد، حينما ذهب ثلة من القطريين إلى العراق وهي بلد كانت الحق ملتهبة، إلا أن وراءها ما وراءها من الهدف الحق التي هي لدعم الإرهاب، ورأينا أنها دفعت ملايين الدولارات لجماعات متطرفة إرهابية، ورأينا كيف استقبلوا استقبال الفاتحين في قطر. نعم. دل على شيء فإنما يدل على الدعم الذي الحق يريدون أن يشرعنوا لهذا. طيب دكتور، في سياق ما ذكرته الآن من تقديم فدية وتسهيلات أخرى، النظام القطري مول وأيضا سهل مهام عدد من الجماعات والعناصر الإرهابية لتنفيذ هجمات مثل بن لادن وخالد شيخ محمد وكثيرين. في اعتقادك دكتور، يعني ما الذي يستفيده النظام في الدوحة من وراء دعم هذه العناصر والجماعات التي تسعى للتخريب أساسا ونشر الفوضى والدمار في العالم؟ هو الحق لا يخلو من أمرين، إما أن يكون هذا الهدف هو الحقيقة مرسوم لهم وقد قيل لهم افعلوا هذا الأمر ولا مناص إلا أن تفعلوا، فهم مجبرون على ذلك، ويعتبر الحق هذا تهميش أو تجير لأنفسهم لغيرهم، هو الحق ما تحذر منه دول المنطقة. الأمر الثاني إما أن يكون هذا الأمر هو أحقاد دخيلة في أنفسهم ويريدون هذا الحقيقة الصغر وهذا القزم أن يتطاول على غيره في المنطقة لأن يخرج الحقيقة ما أحقاده فيبثها على العالم، والحق هذا أثر من أثر أحقاده حينما يدخل المنامة ويدخل الرياض ويدخل الإمارات العربية أو مصر أو الباقي الدول العربية أو العالم كذلك في مثل هذا الأمر، هو يجد في نفسه الحقيقة تتميم لمطلب هو يطالب، ونرى سلسلتهم ونرى كيف إعلامهم يمشي في هذا الأمر. حقها نحن ننظر بعين العطف للشعب القطري، الحق أنه ينخدع في مثل هذه. نعم. إذن الدكتور مشعل آل علي كنت معي من الرياض على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.